طيب سماعه الاذن، سماعه الاذن للناس اللي ما بتسمعش لها اضرار، اه زيها زي سماعه مين؟ زي السماعه بتاعه التليفون. انت بتحط السماعه بتملى جسم ميكروبات وبتكتر الضجيج، عشان كده مش مفروض احط السماعه على طول. لا انا بحط السماعه امتى؟ يوم ما احب اسمع حد قاعدين في مجلس ولا حاجه، لكن سماعه خلاص. يبقى مهم جدا انه سماعه الاذن سواء كانت سماعه الناس اللي ما بتسمعش كويس او سماعه الناس اللي بتتكلم في التليفون، من فضلك ما تزودش السماعه في التليفون، والا هتعمل لك التهابات، ريحه وحشه وافرازات، هتعمل لك مصايب في الاذن، وهتعمل لك التهابات مستمره وممكن تنتهي بالصمم خالص. طيب